السيد نصف البعثي المندوب الدائم للجمهورية التونسية لدى منظمة الأمم المتحدة. أقسم بالله العظيم أن أبذل كل ما في وسعي في إخلاص وتفان لأقوم بالواجب الوطني المقدس، لأطلع على خير وجه بمسؤولياتي رائدي الأسمى في ذلك مصلحة الوطن العليا في كنف احترام دستور البلاد وقوانينها. مرحبا بك ومبروك لهنا وبالنجاح. عايشك ربي يبارك فيك.